أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
صدق الله.